إذا ينضم إلينا هاتفيا من بروكسل دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، أرحب بك معي عبر شاشة. مساء الخير. أهلا بك. إذا دول ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعمون الدعوة إلى وقف إنساني لهذه الحرب، وقف إطلاق النار في غزة، مدى إمكانية تحقيق هذا الوقف، وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه الدعوة؟ السياسة الخارجية الأوروبية شعرت بكثير من الخجل من المواقف التي منذ البداية كانت مساندة وداعمة للموقف الإسرائيلي دون الأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي يتعرض لها المدنيين، ولكن عقب عشرات من المظاهرات وخروج المجتمع المدني في كثير من العواصم الأوروبية الذي شكل ضغطا على السياسة الخارجية الأوروبية، نرى أن جوزيف بوريل يريد أن يخلق توازنا كممثل للسياسة الأمنية والخارجية المفوضية الأوروبية بعد العار الذي ارتكبته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي كانت تتحدث باتجاه واحد بحق إسرائيل بالرد دون أن تحدد حدود الرد. عندما قصفت المستشفى، عندما كانت 60% من الضحايا الأطفال والنساء، كان لزاما على الطرف الأوروبي أن يأخذ موقفا مغايرا وأن يأخذ موقفا يتوافق مع المعايير الإنسانية، وما هذا ما لم يحدث. حتى في قمة القاهرة كان هناك موقفا أكثر عقلانية من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي شارك مشاركة هامة في القاهرة في مؤتمر القاهرة للسلام، إلا أن هناك الأسبوع الماضي البرلمان الأوروبي وجه المفوضية لضرورة اتخاذ ثلاث نقاط، أحد هذه النقاط أن تكون مبادرة أن تم التصويت على العمل على وقف إطلاق نار إنساني من أجل السماح بدخول المساعدات، وهذا ما تم مناقشته اليوم على طاولة رؤساء وزراء خارجية أوروبا. الاجتماع كان هناك تباين كبير في مواقف الدول، هناك دول مثل أسبانيا، هولندا، حتى إيرلندا كانت تؤيد وهم قادة هذا المشروع بناء على توصيات من البرلمان، إلا أن ألمانيا والنمسا عارضتا بشدة. أعتقد أن جوزيف بوريل هو بارع في تقريب وجهة النظر ويمكن أن يصل في المحصلة إلى ضرورة، ولكن هل توجد آليات للاتحاد الأوروبي لتنفيذ ما يتم اتخاذها من قرارات؟ لا أعتقد أن حكومة إسرائيل الحالية سوف تسهل مهمة وزراء خارجية أوروبا حتى لو اتخذوا قرارا بدخول المساعدات. هناك الكثير من المساعدات على الحدود، إسرائيل والآلة العسكرية الإسرائيلية تمنعها ولا تكترث لا للأمم المتحدة ولا للمجتمع الدولي. أيضا ماذا عن ازدواجية الدول الغربية في التعاطي مع هذا الملف؟ هم يرفضون إدانة إسرائيل ولكن يدينون حماس رغم ما تفعله إسرائيل من استمرار لإطلاق النار واستهداف المستشفيات وقصف المدنيين. أعتقد أن جوزيف بوريل كان واضحا، كان يقول اليوم أن يجب التفريق بين حماس وبين قصف المدنيين في قطاع غزة. هذه للمرة الأولى منذ بداية الأحداث التي يتم التعاطي أو يتم الحديث عن ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وهذه بداية لإدانة إسرائيل. البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي أيضا صوت وأوصى الوزراء الخارجية بتوفير الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بحادثة المستشفى وأيضا فتح تحقيق جرائم حرب فيما يتعرض له المدنيين في قطاع غزة، وهذا لا يرضي إسرائيل ولا يرضي الذين يعملون في السياسة الخارجية الرسمية للاتحاد الأوروبي. ولكن البرلمان عندما يوصي أي أن في المستقبل سوف نشهد نوع من فتح التحقيقات مع المسؤولين الأوروبيين الذين لم يلتزموا بهذه التوصيات. الازدواجية في المعايير هي بدأت منذ اليوم الأول، أورسولا فون دير لاين عندما زارت تعلق الأمر بأوكرانيا بقطع المياه والغذاء والكهرباء قالت أنها جريمة حرب، ولكن عندما تم تطبيق ذلك علنا في غزة قالت أن حق إسرائيل، هذا حق إسرائيل في الرد. هنا ازدواجية المعايير الواضحة والتي لام عليها البرلمانيين الأوروبيون، لاموا على السياسة الخارجية الأوروبية بهذا الموقف الغير متوافق والغير منسجم مع المعايير، معايير حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
أيضا التظاهرات التي نراها اليوم بدول أوروبية، بريطانيا، أمريكا، فرنسا، هل هذه التظاهرات الرافضة لهذا العنف الإسرائيلي على قطاع غزة هل ترسل رسالة من الشعوب إلى الحكومات بأهمية وضرورة وقف هذا الإطلاق من النار وهذا العنف الشديد الذي نراه من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة؟ لطالما كان الشارع الأوروبي يتمتع بهامش من الحرية ولديه قوة بالتأثير، وخاصة أننا أمام عام انتخابي بامتياز، الشارع أثر بكثير. الموقف الرسمي الأوروبي كان دائما بدون ذكر حقوق الفلسطينيين المدنيين وبدون دعوة إسرائيل لفتح المعابر وبدون 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 هذا البداية، ولكن تحت ضغط المظاهرات حتى كثير من السياسيين بدأوا بتغيير لهجتهم وبدأ الحديث عن العقلانية وبدأ الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات، وكأن الأوروبيون بدأوا يتبنون وجهة نظر الرئيس جمهورية مصر العربية بضرورة توفير الحماية والغذاء والماء وفتح المعابر ووقف إطلاق النار. هي نفس المطالب التي طالبت بها قمة القاهرة. أصبح الأوروبيون تحت ضغط الشارع يصلون إليها تدريجيا بخجل، ولكن أعتقد أن جوزيف بوريل كان اليوم متقدما أكثر من نظرائه من شارل ميشيل أو أورسولا فوندرلاين. أيضا دكتور رمضان، في تقديركم نحن الآن أمام أي سيناريو؟ للأسف لا يلوح في الأفق بوادر انفراجة. نقرأ ما بين السطور بأن إسرائيل تريد أن توسع دائرة الحرب، إسرائيل تريد أن تستفيد من حالة الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الغير محدود والذي لا يمكن أن لا يتكرر إذا ما انشغلت في المستقبل الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهات مع الصين أو مع جهة أخرى. لذلك حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو تريد أن تصفي حسابات مع المنطقة باستخدام فائق القوة الذي تتمتع به، وتشعر إسرائيل بأن لديها فائقا في القوة على المحيط الإقليمي. لذلك تسعى إلى القيام بتغيير ديموغرافي، تغيير خرائط المنطقة، وخلق مشاكل طويلة المدى لدول كبرى في المنطقة. إسرائيل ليست بريئة من تلويث الأجواء، وهي تتعمد ولا تخشى مواجهات لأنها تتمتع بضوء أخضر وبقوة هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى قوة في العالم. أعتقد أن القادم ليس بالجيد، لكن ضغط المجموعة العربية مع أصدقاء السلام في العالم يمكن أن يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي، وبالتالي هو الوحيد الذي يمكن أن يكبح جماح إسرائيل ولا يريد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. شكرا جزيلا لك على جميع هذه الإيضاحات.